بلا صحراء. وإلا ما قلناش حنا كمغاربة الكلمة نتاعتنا راه ما يعني راه يعني راه حتى هما لاقين مشكل. ولهذا انا شنقول ذكرنا التكتل الجمعيات، كاين مشكل، كاين مشكل ديال الجمعيات وكاين مشكل ديال التكتل. وحنا تنقول انا هذه بداية في الطريق على التكتل، على اننا نتكتلوا، لان الاغلبيه غير الناس غير الرؤساء ديال الجمعيات وغير اعضاء في الجمعيات اللي عندهم درايه. كما تنقولوا كل جمعيه عندها جوج الناس ثلاثه تيخدموا، حنا ما كرناش هاد جوج ثلاثه ديال الناس نحاولوا نجمعوهم في واحد التكتل. علاش؟ باش تلقى حتى الكلمه نتاعتنا تسمع. ما يمكنش غادي نبقاو حنا ساكتين للابد. الاغلبيه مازال ما عارف قضيه الصحراء شكون هي. قضيه الصحراء راه بدات من السبعينات، دخلت فيها الامم المتحده، ولكن حنا كمجتمع مدني لحد الان مازال ما الكلمه تاعتنا ما وصلتش، وباغي نوصلها بهذه الطريقه. شنو خصنا نديرو؟ خصنا الهيكله، نكون واضحين. حنا الان في صدد تشكيل مكتب اقليمي، لكن راه كاينين غادي تشكلوا مكاتب جهويه، وراه كاين على صعيد المغرب كلشي اللي غادي تشكلوا المكاتب ان شاء الله بشويه بشويه. ولهذا ما كرهناش في هذا المكتب هذا يكونوا الناس اللي عندهم شويه الغيره على البلاد، على اساس اننا نقولوا الكلمه نتاعتنا في هذا الباب هذا نتاع الصحراء. وعلى ما اظن يمكن الميساج وصل، لان شحال من واحد دابا تيتساءل. كاينين بعض الاخوان، انا عارف بان كاين الاغلبيه فاهمين على الجو، ولكن كاين بعض الاخوان ما وصلوش. حنا هنا الان باش نلقاو نشكلوا واحد، نديروا واحد الهيكله لهذ المنظومه نتاع التكتل، باش الكلمه نتاعتنا حتى حنا توصل على الصعيد المحلي ولا الدولي. وشكرا. شكرا سي محمد.